السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، ما زلنا مع سلسلة الدعوات المستجابات، ودعاء اليوم بعنوان اللهم أرزقنا السكينة والطمأنينة. وهذا الدعاء يستحب أن يقال قبل النوم. نستعين بالله تبارك وتعالى قائلين: اللهم لا تبتلينا بما نخاف منه، ولا تمتحننا بما نخاف عليه، وارزقنا السكينة والطمأنينة، وارزقنا السكينة والطمأنينة والسلامة والعافية. اللهم أخرج من أجسامنا كل مرض وكل سم وكل سحر وكل عين وكل حزن وكل هم وكل غم وكل ضيق، وأبدله بالصحة والسعادة والفرج مدى حياتنا يا أرحم الراحمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.